العسرية عبد الواحد مدير مهرجان أنا روز في دورته السادسة. أولا كنرحب بكم هنا في بعثة بلوح وشكرا على قبول الدعوة. اليوم جينا في اليوم الثاني جينا لواحد آيت بونوح حيث هي المدخل الثاني بعد آيت منصور، مدخل من أحد المداخل ديال الأفلاغير. الأفلاغير اللي عنده سحر الطبيعة، يقولوا سحر الطبيعة، وهذا الهدف ديال هذا المهرجان هو يبين ذاك السحر ديال الطبيعة للزوار ديالو والناس ديالو اللي ما كيجيوش، وفي نفس الوقت نبينوا الزاوية الأخرى أو الشق المظلم اللي خصنا نخدموا عليه كاملين لا حنا ولا المسؤولين، اللي مازال خص أفلاغير تعالجوا. كاين طريق مرقمة خصها المعالجة، أقرب طريق لتفراوت منها مو ماشي منها ما كايناش كاع، نقول ما كايناش. كاين مرافق عمومية اللي خصها تدافع في الأغير، وهاد المرافق ما يمكنش نكتشفوها إلا ما كانوش ناس عندنا، إلا كانش عندنا الزوار، ما عندناش الناس، ما عندناش الناس جاو أو بمفهوم آخر ما كانش الجوقة مع شي بانونا، مراحيض ما كاينينش، محطات البنزين ما كايناش، فندق ما كاينش، مطعم ما كاينش، قهوة في حد ذاتها ما كايناش. دونك هادشي كامل حنا جينا باش نبينوه، ماشي نبينو فقط الإيجابيات، كاين السلبيات، وهاد السلبيات خصنا نوقفوا عليها أكثر من الإيجابيات. وهاد السلبيات ماشي حنا اللي نعالجوها، حنا كنبينوها للناس، كيبينوها للمسؤولين باش يعرفوها من خلال هذا المنبر ومن خلال هذه التظاهرة الفنية والرياضية والثقافية والاجتماعية اللي جمع جميع التظاهرات، باش ننجحوا المهرجان ونعرفوا بفلاغير الإشاعة ديالها وبالمشاكل ديالها اللي كنعاودها ونكررها أنها خاصها تحل، وكنتمنى هذه المشاكل تجي العام الجاي ما تلقاوهاش. عارفكم كتعانيوا معنا، انتم الصحافه عانيتوا معنا في الطريق، تكرفصتوا معنا، كنديكم لتفراوت باش تباتوا ونرجعوكم لهنا، كتمشيو في الطريق بالليل وتجوا بالنهار وتكرفصوا الى اخره، ضحيتوا معنا، وكنتمنى هذا العام الجاي ان شاء الله هذا الشيء ما يكونش، هذا الشيء خصو يوصل للناس المسؤولين باش يعرفوا حنا كنشتغلوا من جهتنا، تما خصهم يتعاونوا معنا باش نخرجوا افلا غير من هذه القوقعه او من هذه الظلمات اللي كاينه فيها، رغم ما تزخروا به من سحر الطبيعه. وانتم مرحبا بكم عندنا، وكنتمنى اليوم يدوز بخير وعلى خير كما داز البارح، وفرصه اخرى ان شاء الله مرحبا بكم. احنا في افلا غير ناس ديالو طيبين اولا وكرماء وكيقبلوا قابلين للضيوف، وملي كتكون شي حاجه ديالنا كنجمعوا كاملين، حنا كنحميو روسنا ما كنستناوش شي واحد يجي يحمينا، حيت حنا هكا دايرين. ولكن ملي عاد يكون عندكم الصهات غالبا عاد تكون السلطه حاضره وكاملين حاضرين، واخا ما كاينش هما كاينين مدرقين وحاضرين ولا دير البال معنا.